وحطيت لك هنا زومبتين، زومبه هنا وصاد هنا، بحيث ان انت تعرف فين الغيار بالظبط. يعني انا كده لو هناخد الاول بقى الاول فين قصاد الزومبا، لو هندي مثلا الثاني كده انا مورت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه يا اغلى ناس في الدنيا؟ صباحكم زي الفل، نهاركم عسل ان شاء الله. بناء على طلبكم عشاق الفيسبا، انا هنعرض النهارده فيسبا هندي. الفيسبا دي مش غاليه، يعني هي سعرها في حدود 15000 جنيه. طبعا صاحبها مش عارضها للبيع، هنتعلم عليها كده ونعمل بيها منوره. خليكم معايا كده لحظه. الفيسبا يا جماعه ليها عشاق ياما. في ناس لحد دلوقتي ما تحبش تركب غير فيسبا. طبعا زيها زي اي مكنه. على اليمين دايما يا جماعه بتكون فرامل الليد، دايما في اي موتوسيكل هتلاقيها على اليمين، وبرضو على اليمين من تحت برضو فرامل الرجل. دي للمنافله. هي الفيسبا بتدور مرش، عداد السرعة بتاعها هو اخو 120، وديت بتبقى اشارات. طبعا الغيارات بتاعتها بتبقى من ايه؟ بتبقى من هنا، ليها مفتاح كونتاك هنا هو او وبيسجر الجدوم منه. هو المرش كان معلق معايا. احنا يا جماعه هاي الاول اللي فوق، كده تمويل. هو حاطط لك هنا زومبتين، زومبه هنا وصاد هنا، بحيث ان انت تعرف فين الغيار بالظبط. يعني انا كده لو هناخد الاول بقى الاول فين قصاد الزومبا، لو هندي مثلا التاني كده انا مورت. المفروض ان هي كده خدت التاني. هو الغيارات بتاعتها صراحه ايه، بتعاكس شويه. طبعا بتعاكس عشان المكنه واقفه، فما ينفعش تاخد غياراتها وهي واقفه. بس بتني لعب الرحمن. كده حطينا الاولاني اهو نجرب فيها. طبعا بتمشي شويه وتيجي قاطيها التاني، كمان شويه التالت. لو لقيت نفسك هتفتح بقى خالص وهتمشي مسافات طويله تيجي قاطيها للرابع، ولو هتيجي تقف تبدا ترجع بالايه؟ بالغيارات. هو انا ما حسيتش نفسي فيها، بس هي في ناس بتعشقها، فلازم طبعا نحترم جميع ايه الاذواق. كده بطلنا من هنا اهو، وانتظرونا ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله.